السلام عليكم ورحمة. طلاق بلا مؤخر يسعى العراق تنفيذه مع بعثة الأمم المتحدة السياسية اليونامي نهاية العام 2025. المبررات تنحصر بعدم حاجة العراق إلى الدور الذي كانت تلعبه البعثة في قضايا سياسية واجتماعية عدة، ولقدرته نحو تحقيق الاستقرار دون إخفاء الرغبة في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى. الإحاطات التي قدمتها بلاسخارت في مجلس الأمين والأمم المتحدة كانت لا تصب بمصلحة العراق على الهدوء السياسي والأمني والاقتصادي، مما جعل انعدام الثقة بين الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية باتجاه هذه المنظمة أو هذه السيدة بلاسخارت. أعتقد انعدام الثقة بالتالي لربما أرادت الحكومة أن تعطي رسالة بأن العراق لا يحتاج إلى هذه المنظمات. ستودع يونامي مشوارها السياسي إذا ما حقق مجلس الأمن رغبة العراق بذلك، تاركة خلفها مجلدات من التقارير والتوصيات التي تتحدث عن الإفلات من العقاب ومؤشرات الفساد والنازحين، ملفات قد ترفع العين الرقابية عنها أو يبقى وضعها ساكن على ما كانت عليه. العراق يرى بأنه لا حاجة لبقاء تلك البعثة إلى عام 26 وينبغي إنهاء أعمالها خلال عام 25، ويبقى القرار هو في ميزان مجلس الأمن وليس حسب الرغبة العراقية وحسب. وبهذا نرى بأنه التوقيت أصبح للعراق مفازة سيادة ويتطلع أن يتحكم بقرار السياسي بشكل كبير بعيدا عن المشورة التي قد تقدم من أطراف سياسية غربية أو من هيئة الأمم المتحدة. ومنذ مطلع العام الماضي بدأ العراق بخطوات فعلية لإنهاء عمل بعض البعثات الدبلوماسية، ما يزيد من فرصة التفاوض لإنهاء مهام التحالف الدولي ومن بينها بعثة اليونامي التي ترى أوساط عراقية في بقائها بهذا التوقيت أولوية من أولويات الاستقرار ومنع الصراعات أو حلها، فيما يرى المنتقدون جهودها تدخلا. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.